صرت رضا هذا حكم القضاء مذ قضى المرتضى من نزيف نزيف الجرح يتم انتدى نزيف الجرح يتم انتدى هذا حكم القضاء مذ قضى المرتضى هذا حكم من نزيف الجرح يتمون هذا حكم القضاء هذا حكم الله إذا الدنيا أتتني بالعذابات أنادي يا علي في المجرات هو الحبل الذي يمتد لله غدا ذا حيدر حسني ومن جاتي علي صن طه جاء في الذكر ولا نكران إلا من ذوي ومن عاداه حتما ذا يعاديني تناسوها وعاداه سيد الأمر علي صن طه جاء في ولا نكران إلا من ذوي الكفر ومن عاداه حتما ذا يعاديني تناسوها وعادا سيد الأمر تناسوها وعادا سيدا صبت الأدمع أحمدا ودعوا أخذوا عنوة سيدي حيدر أحرقوا جاره وأسقطوا طفله قتلوا فاطمة وجرى ما جرى
صبت الأدمع أحمدا ودعوا أخذوا عنوة سيدي حيدر أحرقوا داره وأسقطوا طفله قاتلوا فاطمة وجرى ما جرى كابناء ابن يعقوب رأيناهم فكادوا الأمر بالأحقاد والغيرة ولكن ما استطاعوا رؤية النجم وحربا بعد حرب أيقنوا أمرا فما كانت لشهر الصوم حرمات وفي المحراب عند الرجس غايات أذابوا الصخر بالأحقاد والجور وطال الظلم أبناه مدى الداهي قد أشاعوا الأذى دينهم كان ذا قد أشاعوا الأذى دينهم كان ذا للمخازي حذا ليس إسلامنا هل تراق الدماء في بيوت السماء ونرى الأب كما خاطبا عندنا ونرى الأب كما خاطبا عندنا ونرى الأب كما كيف من غاض النبي يحكم الدين مغربا مشرق وعلي سيد العدل تراه بالدماء يغرق كيف من غاض النبي يحكم الدين مغربا مشرق وعلي سيد العدل تراه بالدماء يغرق ورثوا الظلم خفاء وجهارا شرعة دنيا قد أرادوا طمس نور الحق فينا دونه نحيا دونه نحيا دون حيدر لا نريد العيش في دنيا العذاب دون حيدر نحن موتى فوق أكوام التراب دون حيدر لا نريد العيش في دنيا العذاب دون حيدر نحن موتى فوق أكوام التراب يا علي رجانا للسما دعانا
ثبت اللهم لقلبي للولا ثباتي إذ به نجاتي يغفر الله به ذنبي يا علي رجانا للسما دعانا ثبت اللهم لقلبي للولا ثباتي إذ به نجاتي يغفر الله به ذنبي يغفر الله به ذنبي من نزيف الجرح يتم تدفى هذا حكم القضاء مذ قضى المرتقى